بحب كلي على بعضي والوحدي من قلبي حمرة لون خدي يا مهدي. طلاق دانا حلبي وزوجها الوسيم رسميا. حصلت على نفقة خيالية وهذه شروطها للزواج مرة أخرى. أكدت الفنانة اللبنانية دانا حلبي انفصالها رسمياً عن زوجها مصور المشاهير المصري أيمن عباس بعد زواج دام أقل من سنة، وتحدثت عن النفقة وعن شروطها للزواج مرة أخرى. وفي التفاصيل كشفت دانا في حديث مع موقع فوشيا أن العلاقة وصلت إلى نهايتها بينها وبين زوجها أيمن، وقالت ما صار نصيب فانفصلنا. مبسوطة طبعاً، مبسوطة، أنا ما بنكر أنه أنا تجوزت عن حب وأنه عشت أيام حلوة. ورفضت دانا التصريح عن قيمة النفقة التي حصلت عليها بعد طلاقها من زوجها، مؤكدة أنها من النساء اللواتي لا يعرن أهمية لمواضيع لها علاقة بالمادة. وعما إذا كانت مستعدة لإعادة التجربة، كشفت دانا أنها على استعداد لخوض الزواج مرة أخرى، إلا أن ذلك مشروط بإيجادها الرجل المناسب، وهو الأمر الذي بات صعباً. فقالت دانا سأعيد تجربة الزواج بحال التقيت بالرجل المناسب، لكني أصبحت على يقين أن كل الرجال متشابهون. من جهة أخرى، أكدت دانا سعادتها بنجاح أغنيتها الجديدة كيدا بيس، لسيما وأنها قد أنجزتها أثناء زواجها، كما أنها تتضمن اسم طليقها أيمن. وكانت الفنانة اللبنانية أعلنت عن دخولها القفص الذهبي وزواجها رسمياً من مصور المشاهير أيمن عباس في تموز 2021، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. وظهرت في الصورة يد دانا ويد زوجها، حيث وشمت اسم أيمن زوجها على يدها، بينما وشم زوجها اسم دانا على يده. وعلقت الفنانة على الصورة مرتبطين للأبد. ونالت الصور إعجاب متابعو دانا الذين تمنوا لها حياة سعيدة وهانئة برفقة زوجها. يشار إلى أن الزواج كان بعيداً عن الأضواء ومن دون أي احتفالات، نظراً لكونه ترافق مع انتشار فيروس كورونا. وهذا الزواج هو الثاني لدانا، إذ كانت قد انفصلت عن زوجها السابق ولديها منه ابن وابناء. وكانت دانا قد واجهت الكثير من الشائعات قبيل زواجها، التي تحدثت عن ارتباطها بالفنان السوري عبد المنعم عمايري، إلا أن دانا سرعان ما نفت الموضوع. بيس مع حالي مع نفسي، أنا لسه مفركش رمزي.